رئيس صربيا المنتهي ولايته بوريس داديتش ومنافسه القومي توميسلاف نيكوليتش يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمقررة في 20 من أيار مايو الجاري. وحسب تقديرات الهيئات المختصة في فرز نتائج الانتخابات، فإن الفارق بين الزعيمين لم يكن كبيرا، ما يعني عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة المقبلة لوحده. هذه النتائج متوقعة، من يملك القوى الإعلامية ومن لديه السلطة يبقى في منصبه، ومن لا يملك القدرة على تقديم نفسه للناس يفشل، وهذا كله متوقع. ما زلنا ننتظر ما سيحدث في الدورة الثانية، لكن يتوقع نتائج أفضل ومشاركة فاعلة خصوصا من قبل الشباب. وتجمع كافة التوقعات على احتفاظ الحزب الديمقراطي المتواجد في السلطة منذ العام 2008 بمركزه، رغم المنافسة القوية للحزب التقدمي الصربي المعارض.